الرابعة، هذه الدورة التي ستنعقد إن شاء الله بتعيش جلد حدث كبير جدا اللي هو المهرجان الدولي القصيدة العمودية، سينعقد أيام 7 و8 و9 أكتوبر 2016. هذا المشروع اخترنا له من الشعارات، شعار قوة زمان بين التفكر والنسيان، سنتحدث عن هذا العنوان أكيد في هذه الندوة الصحفية. يعني شكرا جزيلا لكل الإعلاميين إعلامي الجهة، ونحن نرحب بهم على امتداد فترات المهرجان بالتغطية، وأكيد جدا أن التغطية الصحفية سيكون لها تأثير كبير ودفع لمختلف فقرات المهرجان. ولولا الإعلام لا يمكن أن نتحدث عن سياحة ثقافية، عن مشروع أدبي ناجح إلى غير ذلك. ونحن نشكر كذلك صاحبة هذا الفضاء لابسين، أكيد جدا فضاء متميز، نتمنى له النجاح. شكر جزيلا لسيدة جيهان على هذا الفضاء، ونتمنى أن نجده في قادم الدورات، ولما لا يكون هنالك يعني تبادل ثقافي سياحي وكذلك تبادل الفضاءات ودخول في علاقات تعاون بين الجمعيات الثقافية والجمعيات السياحية كذلك والفضاءات يعني الموجودة في جهة جيد هذا الفضاء. شكرا جزيلا على إتاحة هذا المكان. يعني أكيد جدا سنتحدث عن مهرجان عريق جدا في جهة جيبس. هو مهرجان ليس فقط مهرجان جهوي، وإنما مهرجان عربي بامتياز. الصفحة الرسمية لمسابقة أمير الشعراء في أبوظبي يعني تحدثت عن هذا المشروع، وقالت أن المهرجان الدولي للقصيدة العمودية في ولاية جيبس التونسية يعد معبر للمشاركة في مسابقة أمير الشعراء. كلام ممتاز جدا، ونحاول أن انطلاقا من هذا التصريح أو هذا الذي بدر من جمعية عريقة وجمعية مهرجان عريق بالذات الحالي اللي هو أمير الشعراء، يعني نحاول أن نتقدم دائما إلى الأمام، وأكيد جدا هذا لا يمكن أن يتم إلا بتضافر الجهود. مشكورة جدا جمعية صالون الأدب بكل أعضائها، يعني نحاول أن نعيش حدث كبير جدا. ننتظر بهذا التفاعل الإعلاميين، الساحة الثقافية بولاية جيبس كذلك ننتظرها في هذا الحدث، والدعوة من الآن لكل الإعلاميين، لكل متابعي الثقافة، متابعي الحرف والكلمة للحضور في هذا المهرجان الدولي. يعني الدورة الرابعة أكيد جدا تتميز عن بقية الدورات ببعض الفقرات الأخرى. شكر جزيلا لمن مر على جمعية صالون الأدب بجيبس انطلاقا من صديقنا الأستاذ والشاعر والروائي منير رجي، نتمنى له الشفاء العاجل، وأكيد جدا فنحتفي احتفاء خاص في هذه الدورة بالشاعر منير رجي. أكيد جدا كذلك نشكر صديقنا الروائي عبد القادر القطيفي الذي كان في على رأس الجمعية في حال في الدورة الماضية الدورة الثالثة. هذه الدورة يعني سنحاول أن نضيف ما يمكن إضافته لهذا المهرجان، وسنحاول أن نقدم صورة ناصعة ومتميزة للجهة في حضور عدد كبير جدا من المشاركات العربية. هذه الدورة فيها عديد من المشاركين من 14 دولة عربية، إن شاء الله تكون موجودة إضافات متميزة منهم 8 شعراء سبقت لهم المشاركة في مسابقة أمير الشعراء في أبوظبي. يعني حتى المسابقة الشعرية، مسابقة شاعر الدورة والتي تعد المسابقة الأهم عربيا بعد مسابقة أمير الشعراء، نحاول أن نرتقي بها، ولا يمكن أن نرتقي بها إلا متى كانت هنالك مشاركات متميزة من شعراء لهم مكانة في الساحة الشعرية العربية. وأكيد جدا حضور 8 مشاركين من دول عربية مختلفة سبقت لهم المشاركة في هذا المهرجان، مهرجان أمير الشعراء، ستكون لهم إضافة في هذا المهرجان، وستكون المسابقة عربية بامتياز كما سبق وأن تحدثنا عن هذا. يعني هذا المهرجان سيشهد حضور عدد كبير من الدول المشاركة، وإن شاء الله نتمنى بطبيعة الحال دعم كل الجهات. وفي جدا الحديث عن الدعم هذا حديث مستفيض، ولا يمكن أن تكون ندوة يعني في قصر مدتها يعني كافية للحديث حول غياب الدعم من عديد الأطراف. وأكيد جدا تأخر الدعم سيساهم في لخبطة بعض الأمور، خاصة الأمور المرتبطة بفقرات المهرجان. المسابقة مسابقة شاعر الدورة هي المسابقة الثانية عربية، وأكيد جدا باش ننتظروا حضور 41 مشارك من 16 دولة عربية في المسابقة،
وستكون هناك قراءات لضيوف كبار. أهم الضيوف يمكن أن نذكرهم في هذا المهرجان الدولي للقصيدة العمودية، يعني ضيوف كانت لهم إضافات، يعني سواء كانت بالدول دولهم الأساسية أو مشاركات متميزة خارج ديارهم. ربما الشاعر الأبرز في هذا المهرجان يبقى الشاعر حسن شهاب الدين، الشاعر المصري الذي كانت له مشاركة متميزة في مسابقة أمير الشعراء في النسخة الخامسة، وسيكون حضوره بالتحال حضور له إضافة، يعني كل الضيوف وكل المساهمين في هذا المهرجان بتكون لهم إضافة، ولا يمكن أن نوجه دعوة في مهرجان عريق مثل هذا المهرجان لكل من هب ودب، وإنما ننتقي أسماء المشاركين في مسابقة شاعر الدورة. يعني وردت على هيئة جمعية صالون الأدب بجلس ما يقارب 300 مشاركة بعد عملية فرز ومجهدة جدا، يعني انتقينا 41 مشاركة لكي يمكن إرضاء بعض الدول المساهمة في هذا المهرجان، ولعل يمكن ضعف ميزانية هذا المهرجان لم تسمح لنا باستضافة وجوه أخرى كانت قصائدهم ممكن تلامس أو تقارب للمشاركات التي وقع اختيارها، ونحن بهذا الحال نعتذر من كل الشعراء الذين لم نتقبل مشاركتهم في هذا المهرجان، يمكن أن تكون لهم فرص أخرى في قادم الدورات، لكن هذه الدورة لضعف الميزانية لم نتمكن من استدعاء عدد كبير جدا من المشاركين، لكن يبقى مشاركة 41 شاعر يعني مشاركة متميزة، وأكيد جدا ستحظى المسابقة بعديد الفقرات المتميزة، وسيكون هناك تنافس شريف، وعرفت جمعية صالون الأدب بالمستوى ممكن المستوى الذي تقدمه على امتداد الدورات السابقة، ونحن سنظل على نفس المستوى وسنظل على نفس القدرات. المشاركين 41 مشارك أكيد جدا باش يكون توزيعهم على امتداد فترات المهرجان، وسيكون هنالك بالحق قراءات للضيوف، وانا الشاعر الأبرز هو حسن شهاب الدين من مصر، الشاعر والدكتور عبد الملك بومنجل من الجزائر، الشاعر كذلك الشاعر حنين عمر من الجزائر، هما شعراء سبقت لهم المشاركة في مسابقة أمير الشعراء، يعني الأسماء التي ذكرت حسن شهاب الدين، حنين عمر من الجزائر، عبد الملك بومنجل من الجزائر كذلك، الشاعر هلال الفارع من فلسطين، الشاعرة آلاء نعيم القطراوي من فلسطين كذلك، الشاعرة راوية جراد من تونس، الشاعر الهادي العثماني، الشاعر الهادي العثماني أكبر شاعر في هذه الدورة من الضيوف في الحال، ونحن نكرم كبار السن في العمر في الحال، كبير في العمر، ونحن نكرم هو مربى يعني من أصيل مدينة مدنين، نحاول أن نكرم من لهم تجربة، ونحاول كذلك أن نقدم للشعراء الذين ما زالوا في بداياتهم، يعني نحاول أن نكون عند نفس الاختيارات يعني بين الشعراء الكبار والشعراء الصغار ما زالوا في بدايات تجربتهم. يكون كذلك الشاعر القديرة فاطمة عكاشة يعني تونسية، الشاعر المغترب شاعر تونسي لكن يعيش في لندن. نحاول أن نتذكر كذلك الشعراء الذين يعيشون خارج ديار، نحاول أن نستدعيهم في بعض مهرجاناتنا. الشاعر أحمد زعبار هو شاعر تونسي يعيش في لندن، له وإعلامي كذلك له بالفعل مكانة في لندن، يعني في صحف عديدة وكبيرة جدا، فيكون له حضور في هذا المهرجان. الدكتورة التونسية حياة الخياري والفنان منصف التونسي هضمة شعراء من تونس وضيوف من تونس. سيكون كذلك حاضر الإعلامي والشاعر الفلسطيني مصطفى مطر، مصطفى مطر إعلامي متميز جدا يعني وقدم عديد وكان تجربة متميزة يعني في الكويت، وهو شاعر فلسطيني سيكون حاضر في هذا المهرجان من حيث التغطية ومن حيث الحضور الشعري. وسيكون كذلك حاضر معنا من السعودية الأستاذ والشاعر محمد الجلواح، والدكتورة والشاعرة هند المطيري، ومن العراق الشاعر نذير المظفر والشاعر ناظم الصرخي، ثم ستكون كذلك الشاعرة والدكتورة ابتسام إسماعيل الصمادي من سوريا. هؤلاء هم الضيوف، والشعراء بالتحال المشاركين في المسابقة يعني هم في نفس في حد الوقت يعني ضيوف،
لأن مكانتهم الشعرية ومكانتهم الأدبية يعني مكانة كبيرة جدا، ونحاول أن نكون عند مستوى كبير من في هذا المهرجان، خاصة في اختيار الضيوف. المسابقة الشعرية اخترنا لها في الحال هي مسابقة عريقة، لكن اخترنا لجنة التنظيم ولجنة التحكيم وكذلك اللجنة المسيرة لفقرات المسابقة باش تكون في مستوى كبير. يعني لجنة التحكيم في هذه المسابقة أكيد جدا باش نحافظوا على الشفافية، نحافظوا على مصداقية المسابقة. صحيح أن المسابقة يعني الجائزة نتاعها ليست مرتفعة، القيمة المادية نتاعها ليست مرتفعة، ولكن حضور الشعراء، وهذا ما يشجع ويعطي دفع، حضور الشعراء ليس حضور من أجل الجائزة، وإنما حضور من أجل دفع المهرجان ومن أجل التعريف به عربيا ومن أجل خلق ذلك التبادل الثقافي بين تونس وبقية الأقطار العربية. يعني المشاركين في لجنة التحكيم هذه المسابقة ستكون من دول مختلفة. اخترنا من الجهة المربي والأستاذ والمبرك، يعني سيكون في لجنة التحكيم المسابقة، سيكون كذلك من الجزائر الشاعر والدكتور عبد الملك بومنجم، سيكون هناك من السعودية الشاعر والدكتور محمد الجلواح، ستكون هنالك من فلسطين الشاعرة والكاتبة والناقدة، وهي أستاذة في الفلسطينية الأستاذة سهام سلمة. يعني هؤلاء سيكونون في لجنة التحكيم من أجل أن تكون هناك مصداقية، هناك شفافية في اختيار النصوص اللي يمكن أنها بالتو. فين أن المنافسة تكون منافسة قوية، لكن سيبقى بطبيعة الحال للنص، نحن نشتغل على النص، وسيبقى النص هو الفيصل لاختيار من سيتوج في هذه الدورة. الدورة الأولى كانت توج فيها تونسي بالمرتبة الأولى، الدورة الثانية كانت توج فيها عراقي بالمرتبة الأولى، وسيكون ضيف في هذه الدورة، وسيكون من ضمن لجنة التحكيم اللي هو الشاعر نذير المظفر. والدورة الثالثة توج فيها بالمرتبة الأولى الشاعر الجزائري أحمد صلاي. أحمد صلاي سيكون ضيف هذه الدورة. يعني كل من يتوج في الدورة في دورة سابقة من المسابقين باش يكون ضيف في الدورة اللاحقة، وهذا بطبيعة الحال يكون دوره يعني تشجيع للشعراء وتشجيع للمواهب اللي تكون بطبيعة الحال صاعدة في مجال القصيدة العمودية. ونحن نتحدث عن قصيدة عمودية، يعني بدأت تفتقر إلى الدفع، بدأت تفتقر إلى من يدافع عنها، بدأت تضمحل بطبيعة الحال القصيدة العمودية في ظل ذاك الاغتراب وذاك بطبيعة الحال التعسف على الشعر. وأكيد جدا من أهدافنا الأساسية في هذه الجمعية هو الدفاع عن القصيدة العمودية، الدفاع عن الهوية، الدفاع عن الأصالة، وهذا بطبيعة الحال من أهداف المشروع في المهرجان. هذه بطبيعة الحال بعض أسماء ممكن اللي بتكون موجودة في هذه المسابقة، وأكيد جدا بعض الأسماء اللي بتكون حاضرة كضيوف يعني في هذا المهرجان. ولكن اختيارنا للعنوان قوافي زمان بين التذكر والنسيان يبقى مرتبط ارتباط وثيق بالقصيدة العمودية، يعني القافية القديمة والقصيدة التي مر عليها الزمن نحاول نحن أن تبقى موجودة في الساحة، نحاول أن نخلق نوعا من التجديد في القصيدة العمودية. يعني عندما نتحدث عن القصيدة العمودية يعني نحن نشتغل على القصيدة العمودية ونحاول أن نجددها من حيث اللغة، من حيث الصورة الشعرية، من حيث كذلك الإيقاع. وأكيد جدا الاشتغال على القصيدة العمودية لن تكون له نهاية ما دام الشعر موجود وما دام هناك من يدافع على هذا النص. يعني ستظل القصيدة العمودية موجودة، ونعرف جيدا أن الساحة الشعرية التونسية والعربية يعني تفتقر لمثل هذا النوع من الشعر اللي هو القصيدة العمودية، وأكيد جدا نحن من المدافعين عنها إلى أن نرتقي بمستوى النصوص العمودية سواء كان جهويا أو وطنيا، ولما لا عربيا، ونحاول أن نخلق ذلك التبادل الثقافي بين الأقطار العربية. يعني هذه بعض النقاط المرتبطة ربما بأسماء الضيوف وأسماء المشاركين، وكذلك بعض النقاط المهمة ممكن تكون موجودة ولها تأثير في برنامج المهرجان. أكيد جدا الفضاءات
الفضاءات التي سنشتغل فيها والتي ستحتضن فقرات المهرجان فضاءات مختلفة. يعني عندما نتحدث عن السياحة الثقافية فنحن نتحدث عن فضاءات سياحية موجودة في الجهة يجب أن نعرف بها وأن نقدمها يعني على أحسن وجه. يعني من الفضاءات بعد الفضاءات الجامعية مثلا عندما نتحدث عن المركب الثقافي الجامعي، المركب الثقافي الجامعي هو فضاء أو قطب جامعي يعني متميز يضم عدد كبير جدا من الطلبة، نشتغل نحن على الطلبة وجالس قطب جامعي بامتياز، نحن نذهب إلى الطلبة حيثما وجدوا محاولة منه بطبيعة الحال في استقطاب الطلبة وفي نشر بطبيعة الحال فقرات المهرجان حيثما كانوا. وأكيد جدا الطالب مشروع مبدع في القادم، يعني نحاول أن نخرجه من فضاءات مغلقة ونحاول أن نشركه في عملية الخلق وعملية الإبداع. مثل هذه المهرجانات أكيد جدا ستساهم في ولادة عديدة للمشاريع الأدبية. ستكون هناك الندوة الفكرية، الندوة الفكرية في المعهد العالي للغات بجيبس، ندوة فكرية بتكون حول موضوع الشعر والهوية. شارك فيها أساتذة جامعيين من جامعة الجزائر، يعني الدكتور عبد الملك بومنجل، من كذلك من فلسطين الشاعرة والكاتبة والأستاذة سهام سلمة، ستكون من السعودية الشاعرة هند المطيري، وسيكون هنالك من تونس يعني من المعهد العالي للغات بجيبس الأستاذة حياة الخياري. سيترأس الجلسة صديقنا وأستاذنا سي زهير مبارك. يعني أكيد جدا مش نحاول نخلق نوع من التبادل الخبرات، يعني في قطب جامعي نحاول أن نخلق نوع من التعاون بين الجامعيين والخبرات الموجودة سواء كان جهويا أو وطنيا أو عربيا. يعني هذا ما يرتبط بالمعهد العالي للغات بجيبس الذي سيحتضن فقرات الندوة الفكرية. سيكون المنطقة السياحية يعني راس الواد بشنني يعني فضاء كذلك لاحتضان أمسية شعرية وموسيقية في بطبيعة الحال في هذا المهرجان. وستكون هنالك بطبيعة الحال يعني فضاءات أخرى مثل كورنيش جيبس، يعني فضاء للبراكة باش يحتضن أمسية شعرية وموسيقية كذلك. لكن يبقى بطبيعة الحال الفضاء الأهم اللي هو فضاء ديار البربر بمطماطة، يعني فضاء سياحي، ومدينة مطماطة تبقى مدينة سياحية بامتياز. نحاول أن نسوقها ونسوق بقية الجهات في هذا المهرجان اللي بيش يستقطب عدد كبير جدا من الإعلاميين العرب. وفي جدا نحن ننتظر بفتح التفاعل وننتظر مساهمة عديد الأطراف. يعني كان عندما نتحدث عن مهرجان دولي أكيد جدا نتحدث عن ميزانية مرصودة في هذا المهرجان، ونتحدث عن مجهودات إضافية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الموجودة في الجهة. نحن لم نجد ولو تفاعل من الجهات الموجودة في جيبس والمؤسسات الاقتصادية. لا نعرف لماذا هذا الغياب، هذا الابتعاد عن الثقافة، هذا التهميش بتتحال لمهرجانات عريقة ويلتفتون لممكن تظاهرات أو مهرجانات أخرى ليست لها إضافات يعني في الساحة الثقافية وليست لها إضافات للجهة. ننتظر مساهمتهم، وأكيد جدا نحن سندافع عن هذا المهرجان، سنقف بطبيعة الحال من أجل إنجاحه ونجاحه، وأكيد جدا نبقى ننتظر يعني مساهمة كل أهالي الجهة، ننتظر مساهمة المجتمع المدني كذلك. يعني من يريد أن يكون في هذا المهرجان يعني مدعما أو مساندا أو في لجنة التنظيم، نحن منفتحين على بقية الجمعيات، يعني نتعامل يعني تعامل متميز مع كل الأطراف. يعني ننتظر مساهمة المؤسسة الاقتصادية، ننتظر مساهمة ولاية جيبس، ننتظر مساهمة القطب التكنولوجي، ننتظر مساهمة وزارة الثقافة، ننتظر مساهمة الجميع. كلهم غائبون عن هذا المهرجان، لا نعرف بعد أن تواصلنا معهم تقريبا من شهر أبريل. شهر أبريل بدأ العمل على هذا المهرجان، يعني غيابهم عن الدعم يبقى نقطة استفهام كبرى. ونبحث في الحال عن أجوبة لهذه التساؤلات. أكيد جدا الإعلام كما تحدثنا منذ البداية سيكون صوت هذا المهرجان، وننتظر منهم جميعا يعني كل التفاعل في فقرة المهرجان اللي باش يكون أيام 7 و8 و9 أكتوبر.
وشكرا لكم، ومن فضله اللي عنده سؤال يعني نجموا نسمعوه من جابوا له. هو المهرجان، مهرجان الدول للقصيدة العمودية يعني.